تعبيرا عن الاحتفال بالعيد الوطني، أحيا الأنباريون ليلة عراقية في الشوارع العامة في المحافظة. شعور جميل وشعور حلو أن نجسد هذا اليوم بمحافظتنا الرمادي، الأمان والجمال والكرم، يعني كل شيء رائع. كل عام والشعب العراقي بألف خير، نتمنى هاي الأجواء الحلوة تستمر على بكل أراضي العراق ويديم الأمن علينا، واتمنى برب العالمين أنه يحفظ على الشعب العراقي، ونتمنى هاي الأجواء تستمر. كل عام والعراق تاريخ لا نهاية له، إن شاء الله يعم الأمن والأمان على كافة المحافظات، وإن شاء الله دمتم فخرا للأوطان يا عراقنا الحبيب، وكل عام وأنتم بألف خير. المحتفلون عبروا عن سعادتهم بهذا اليوم الوطني، داعين الله أن يمن على العراق والعراقيين بدوام الأمن والأمان في جميع ربوع الوطن. كل عام والشعب العراقي بكل خير إن شاء الله، إن شاء الله اليوم شعبنا فرحان ويعم الاستقرار والأمان ببلدنا. ذكرى العيد الوطني هي مناسبة حصول العراق على استقلاله السياسي في مثل هذا اليوم من عام 1932 بعد نضال مرير مع المحتلين البريطانيين. من الأنبار، محمد القيسي، قناة الرشيد الفضائية.